للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. رمضانكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أيها المشتاق، أيها المحب، هل تعيش نفحات رمضان؟ هل تعكف على التراويح؟ هل تزور المساجد بعد انقطاع ربما لشهور؟ هذه فرصتك، فرصتك السانحة لكي تقوي إيمانك، فيد الله مع الجماعة، وفرصتك السانحة لتزور مسجد الله تعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. اسمع لهذا الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من في جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، يعني امتلأ المسجد. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال، اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التراويح: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وقال ابن حجر رحمه الله: فيه ندب على قيام الليل، ولا سيما في رمضان جماعة، لأن الخشية المذكورة أمنت بعد النبي، ولذلك جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمانه بعد وفاة النبي. هل تقيم الليل أيها المشتاق؟ أيها المحب؟ هل روحك تهفو كلما سمعت الآذان لتنجر وراء هؤلاء الذين يصلون ويسجدون ويركعون، ولا سيما بعد صلاة العشاء؟ هذا نوع من قيام الليل، رغم أنه غير مفروض، ولكنه ندب على قيام الليل. ونحن نقرأ أن أفضل صلاة بعد صلاة الفريضة في السنن المأثورة هي قيام الليل، فصلاة قيام الليل هي من أفضل الصلوات التي ينبغي أن نتحلى بها حتى نكون من المحبين والمشتاقين، حتى نكون من أهل الإيمان الحق والصادق. روى الترمذي في مسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمامة الباهلي، قال: عليكم بقيام الليل، فإنه قربة إلى الله، وإنه مطردة للداء عن الجسد. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تقيم الليل؟ أم أيها المحب، أيها المشتاق، أحياناً ترى بعض الناس وجوههم نيرة ومليئة بالإيمان والبراءة، هل تعلم ما السر؟ أكشف لك عن هذا السر.
قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم، فيراه من لم يره قط فيقول: إني لأحب هذا الرجل. هل تريدين أن تكوني كذلك؟ أن يحبك كل من يراك ويرى في وجهك نورا يتلألأ؟ إنه نور الإيمان، ونور قيام الليل، ونور مناجاة الله، والناس نيام أو الناس صاهرون في مواقع التواصل. قد يسهر لآخر الليل ولكنه لا يسهر لدقائق معدودة يناجي الله، مع أن المقام الأول والمقام الثاني شتان بينهما. اسمع لثابت البناني ماذا يقول، كلام رائع جدا. يقول: لا يسمى عابدا أبدا عابد وإن كان فيه كل خصلة خير، حتى تكون فيه هاتان الخصلتان، الصوم والصلاة، لأنهما من لحمه ودمه. اسمع لهذا الكلام الجميل جدا، الصوم والصلاة من لحمك ودمك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في آخر خطبة ألقاها في حجة الوداع: الصلاة الصلاة، صلاتك هي التي تجعل منك في أعلى المقامات وأعلى المنازل، منازل المحبين يتسمون بصلاة اسمها قيام الليل بعد صلوات الفريضة أو بعد صلاة الصلوات الخمس. قال رجل لإبراهيم بن أدهم، اسمعوا لهذه رائع جدا: إني لا أقدر على قيام الليل، فصف لي دواء. هو يبحث عن الدواء، يدور على الدواء. فقال: لا تعصه في النهار وهو يقيمك بين يديه في الليل، فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف. أيها العاصي، انجرف إلى هنا، تعال إلى هنا، أنقذ نفسك من المعاصي، لا تتيه في هذه المعاصي، تعال إلى هنا وابحث عن نفسك، وابحث عن حالك مع الله، مع المحبين، مع صلاة الجماعة، مع التراويح، مع المناجات، مع الذكر، مع السجود. واسجد واقترب، واسجد واقترب. رأى معقل بن حبيب رضي الله عنه قوما يأكلون كثيرا النهم، فقال: ما نرى أصحابنا يريدون أن يصلوا الليل. هل تريد أن تصلي؟ بزاف ناس دروك ياكلوا حتى التخمه، ما يقدرش يصليون بعد، وهي من اعظم المفاسد في رمضان. حبيت تصلي، حبيت تكون نشيط، حبيت تكون قوي، حبيت تقبل على الله وتصلي بخشوع وركوع وسجود في اتمه، لا تاكل كثيرا. ما ملأ ابن ادم وعاء في بطنه مثل الطعام، فالطعام يذهب عنك الخشوع، ما تقدرش تخشع في الصلاة، ما تقدرش تكون كما يريد الله عز وجل منك. قلل من الطعام، وقلل من مواقع التواصل الاجتماعي، وقلل بزاف حوايج لازم تخليهم باش يقيمك الله مع المحبين والمشتاقين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.